صباح الخير يا هبة. صباح الخير يا حبيبي. بقولك ايه يا حبيبتي، ما تجهزي لنا بقى كده الفطار واعملي لي كوبايه شاي حلوه من ايديكي. معلش بقى يا مصطفى، اعمل انت الفطار لنفسك، اصل انا كده يا دوب انزل لمامتك. يا سلام، يعني هي كوبايه الشاي بتاعتي هي اللي هتعطلك يا ست هانم؟ اسكت والنبي يا مصطفى، اصل انت ما انتش عارف حاجه، انت يا اخويا طول النهار في الشغل وما بتشوفش حاجه ولا تعرف اي حاجه. ده انا لو اتاخرت عليها نص ساعه بس بتخلي نهاري اسود. خلاص يا ستي، امر لله، انزلي وانا هبقى اعمل انا لنفسي. وبقول لك ايه، علشان خاطري معلش استحمليها واستحملي اللي هي بتعمله فيكي. علشان خاطري يا هبه. والله انا بعمل كل حاجه في الدنيا دي علشان خاطرك، امال انا يعني بعمل علشان خاطر مين؟ ربنا يهديكي يا هبه ويكملك بعقلك يا رب. ايه ده حماتي؟ والله انا كنت لسه نازله لك حالا. اه، وانت هتفتكري حماتك في ايه؟ ما انت اهم حاجه عندك جوزك وعيالك وبيتك، لكن انا ركنانه على الرف جايباني في الاخر. هتفتكريني ولا تفكري فيا ليه؟ تجيني ليه ولا تسالي عني ليه؟ ده انتوا معتبريني مش موجوده خالص ولا انا في دماغكم. والله يا حماتي ده انا كنت نازله لك حالا، بس لقيت مصطفى جوزي كان بينادي عليا وكان عايزني اجيب له هدوم، ده حتى قال لي حضري لي الفطار وانا ما رضيتش، قلت له لا ده انا هتاخر على ماما. اصل هو النهارده اجازه وقاعد في البيت، وبعدين احنا لسه بدري، دي الساعه لسه 7، يعني ما تاخرناش ولا حاجه. اه، ما انت تفتكريني الساعه 7 هناك في اخر النهار، لكن انت المفروض تيجي لي الساعه 5 ولا الساعه 6، جاي لي الساعه 7 تعملي ايه يا ست هاني؟ معلش، اصل جوزي كان واخد اجازه النهارده وقاعد في البيت، فقلت اقعد معاه شويه يعني عشان مش بشوفه طول الاسبوع. لكن انا هنزل دلوقتي واعمل لك كل اللي انت عايزاه زي كل يوم. هو انت يا بنت بتجبي عليا ولا بتخدميني؟ ده انا بعمل كل حاجه في البيت بنفسي، انا بحبش حد يعمل لي حاجه. اه انت بس يا دوب بتنزلي كده يا تساعديني في شويه حاجات خفيفه خالص، ربنا يديني الصحه وما يحوجنيش لحد يا اختي. ايه يا جماعه مالكم؟ في ايه بتزعقوا لي على الصبح؟ بذمتك يا مصطفى، مش انا كنت نازله لماما حالا وانت اللي ندهت عليا وقلت لي اعملي لي الفطار؟ بذمتك انا كده اتاخرت عليها؟ ايوه فعلا، هو ده اللي حصل فعلا. ليه بس يا جماعه؟ هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا اخويا ان مراتك بتجب عليا، محسساني ان هي بتخدمني وبتعمل لي كل حاجه. هي مفكره يعني ان هي بتعمل اللي محدش عمله؟ ده كل واحده بتنزل تعمل لحماتها وتخدمها وتعمل لها كل حاجه. ده هي يا دوب بتنزل كده تساعدني في شويه حاجات خفيفه، لكن انا اللي بعمل كل حاجه بنفسي. قالوا ايه؟ الست هاني منزله لي الساعه 7 براحتها بعد ما نامت وشبعت نوم. معلش يا ماما، معلش انا اللي اخرتها شويه، اصل انا النهارده كنت قاعد في البيت كده، كنت واخد اجازه يعني، وكنت بطلب منها شويه حاجات كده تعملها لي، فمعلش هاتيها فيا المره دي. بقول لك ايه، بلا معلش بلا زفت، انا محدش بيجاب عليا ولا بيعمل لي حاجه، محدش يتنطط عليا في بيتي. مش عايزه تنزل يا حبيبي؟ ان شاء الله عنها ما نزلت لحد ما تبقى تعرف كده وتتاكد ان حماتها رقم واحد في حياتها انا اول حاجه. وانا بقى يا هي في البيت ده النهارده، انا بقى هدخل اريح كده في اوضتي، اصل تعبانه شويه، على ما الست هانم تلم هدومها وتروح على بيت اهلها، مش عايزه اشوف وشها هنا تاني. والله ما عملت لها حاجه يا مصطفى، وادي انت شايف بعينيك، مش انت اللي ندهت عليا واتكلمت معايا شويه اخرتني؟ طب انا قدامك عملت فيها حاجه؟ ده انا كل يوم بنزل اعمل لها كل طلباتها وكل اللي هي عايزاه، حتى اسال اخوك هو شاهد وشايف كل حاجه. انت بتبقى في شغلك ما انتش شايف اي حاجه، ده انا بخليها تقوم من مكانها ولا تعمل اي حاجه، انا اللي بعمل كل حاجه من الالف للياء. ودي انت شايف النتيجة، شايف هي بتعمل معايا ايه وبتعاملني ازاي؟ شايف يا بنتي، والله شايف كل حاجة، بس انا هعمل ايه؟ دي امي، ما اقدرش اعمل لها اي حاجة تزعلها. بقولك ايه، ادخل انت في الاوضة كده ولا كأن في اي حاجة، وانا هدخل اكلمها كده كلمتين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، انا من الاول ما كنتش عايز اعيش في بيت العيلة ولا الزفت، كل حاجة اوامر اوامر وكأنه مكتوب علينا. هعمل ايه بس يا رب؟ امري لله، ما هي ست كبيرة برضه. ها الست لمت هدومها وغلط في 60 داهية ولا لسه؟ استهدي بالله بس يا حاجة، هي يعني كانت عملت ايه علشان ده كله؟ دي هي حتى كانت نازلة لك على طول وانا اللي اخرتها، قلت لها استني لما تعملي لي فطار، دي حتى ما رديتش وقالت لي لا اصلا هتأخر على ماما. انا بصراحة مش شايفها غلطت عشان تستحق كل اللي انت بتعمليه ده. بقولك ايه يا واد، انت مش فاهم حاجة، بلاش الدلع والحنية الشديدة قوي دي، لحسن البت تركبنا وتدلدل رجليها. اه امال، ما انت ما انتش فاهم الاشكال دي، انا اللي فاهمها كويس. انا قلت البت دي تمشي النهارده يعني تمشي النهارده، يعني هي في البيت مش عايزه اشوفها في البيت. اه حاضر حاضر يلا على الباب. ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ ايه الصوت العالي ده؟ انت وامك صوتكم عالي قوي، في ايه؟ جايبين اخر الشارع. تعالى يا اخويا الحقني، تعالى الحق اخوك، امك منشفه دماغها وراسها والف جزمه الا تخلي مراتي تروح عند اهلها. ليه يا ابني ده كله؟ هو ايه اللي حصل؟ هي مراتك عملت فيها ايه علشان تعمل ده كله؟
اهو زي ما بقول لك كده، امك منشفه راسها وراسها والف جزمه الا مراتي تلم هدومها وتروح تقعد عند اهلها، كل ده علشان مراتي اتاخرت شويه علشان تنزل لها الصبح، انا اللي اخرتها وقلت لها اقعدي اعملي لي فطار، قالت لي لا ده انا هتاخر على امك، لسه يا دوب نازله لقت امك فتحت لنا موال. يا سلام، يعني هو ده السبب اللي امك عايزه تخلي مراتك تمشي وتروح عند اهلها عشانه؟ ازاي الكلام ده؟ دي مراتك ست محترمه، ده هي اللي خدماها وبتعمل لها كل حاجه، ده انا بشوفها بعينيا وهي بتعمل لها كل حاجه، وامك قاعده مكانها ما بتتحركش من مكانها. بقول لك ايه، ادخل انت بس كده في الاوضه جوه وسيبها لي، انا اللي هتكلم معاها، ومش عايزك تشيل هم اي حاجه ابدا. يعني هتعرف يا ابني تعمل حاجه ولا مش هتعرف؟ عيب عليك يا جدع، ما تقولش الله. ايه في ايه؟ ادخل انت بس جوه كده وشويه وهتعرف كل حاجه. ماشي يا سيدي لما نشوف. بقول لك ايه يا واد، انت ما تجيش تقعد جنبي وتقول لك الكلمتين اللي بتقولهم لي كل مره، والبيت هيتخرب والبيت مش هيتخرب، انا ما بقتش اكل من الكلام ده. انا بقول لك اهو. لا يا اما، هو انت فاكره انا هقول لك الكلام ده؟ لا ده انا مش هقول لك الكلام ده خالص، بس انت عندك حق في كل حاجه عملتيها. اصل انا عرفت معلومه كده وكنت عايزه اقولها لك. معلومه ايه يا واد؟ قول. عرفت ان ابوها تعبان ونايم في البيت، ايه بيموت، انما كاتب لها ورث، ايه حاجه بسم الله ما شاء الله، ورث جامد، ربنا يكتبه لنا يا رب ويبقى من نصيبنا. طب اقعد يا واد اقعد. حاضر يا حاجه حاضر. يعني يا واد هيبقى سايب لها بتاع حسبه كام كده؟ لا يا حاجه، ده من ناحيه كام فهو كتير قوي، ده كانوا بيقولوا سايب لها عمارات وبيوت وفلوس، ومكان مخبي مش مكان، ما كانش معرف حد خالص علشان الحسد. وبعدين انت عارفه ان هي ملهاش غير اخ واحد بس، يعني هي هتطلع بحته دين ورث وهتبقى ايه، مليونيره. يا حسد السودي بقى المقشفه المعفنه دي، هتبقى بمليونيره وهتقبض الورث ده كله؟ امال انت فاكره ايه؟ يعني حظوظ يا ولا. ها ما قلت ليش، انت لسه عايزاها بقى كده تلم هدومها وتروح بيت اهلها؟ عايز ابنك يعني يتحرم من الورث الجامد ده؟ ما هي لو راحت بيت اهلها مش هنقول لا ابيض ولا اسود، ما هو احنا لازم ينوبنا من الحب جانب برضه يا حاجه ولا ايه؟ لا تروح بيت اهلها ده ايه؟ ايه يا واد الكلام الفارغ دي، بيت اهلها ايه وكلام فاضي ايه؟ ده ما كانتش تشيلها الارض نشيلها فوق راسنا. انا بس يا واد كده كنت متضايقه وقلت كلمتين كده يعني من غضبي، انما تطلع من هنا لا ممكن ابدا، تروح فين؟ ده بيتها وبيت عيالها. ما انا برضه رايي كده يا حاجه، ننده لها ونقول لها كلمتين كده نراضيها يعني عشان نمشي الدنيا، مش عايزين نطلع من المولد بلا حمص. يا مصطفى يا مصطفى يا هبة يا هبة، ها ايه الاخبار، عرفت تعمل حاجة؟ خير خير يا حبيبي ان شاء الله، تعالي انت بس كده يا هبة اقعدي جنب حماتك، اصلها عايزة تقولك كلمتين. مرات ابني حبيبتي ونور عيني. ايه يا بنتي ده قاعدة بعيد عني كده ليه؟ ما تيجي يا بنت في حضني. في ايه يا حماتي؟ تعالي بس قربي مني اقعدي جنبي كده. جرى ايه؟ هو انت لسه زعلانة مني ولا ايه؟ يا بنت تكوني واخده على خاطرك، مني قلت لك كلمتين كده في ساعه غضب، يعني انا ما كنتش في وعي برضه، ده انا كنت كده كلمتين طلعوا ساعه الغضب، يعني اصلا افتكرت كده ان انت نسيتيني يعني ومش هتنزلي لي النهارده، انت عارفه ان انا ما اقدرش استغنى عنك ولا اقدر ابعد عنك ابدا، لكن انا بحبك قوي، ده انا ما عنديش اغلى منك في الدنيا، وانا عندي اغلى منك ولا ايه؟ يا ابن اللذينة، عملتها ازاي دي يا ولا؟ دمك اتحولت 180 درجه، انت عملت فيها ايه ولا قلت لها ايه؟ عيب عليك امال، انا قلت لك هحل لك كل حاجه، يبقى هحل لك كل حاجه، يبقى تعتمد عليا. والله يا ماما انا كنت هنزل اعمل لك كل حاجه زي كل يوم، ما اتاخرتش عليكي، بس والله ده جوزي هو اللي اخرني، حتى لما طلب مني ان انا اعمل له فطار ده انا حتى ما رضيتش. لا 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 يا حبيبتي، من النهارده خلاص ما عدتش تطلعي ولا تنزلي، انت من النهارده تقعدي في بيتك كده معززه مكرمه، وانا اللي هعمل كل حاجه، دي حتى حاجاتك كمان انا اللي هعملها لك. هو انا بديك الساعه لما اعمل لك كل شغل بيتك واعمل لك كل اللي نفسك فيه؟ ده انت يا حبيبتي مرات الغالي. ما تقول لي يا ابني انت عملت فيها ايه، ما تقول لي اتغيرت خالص. قلت لها ان مراتك هتورث ورث جامد قوي، من ساعتها اتقلبت 180 درجه. ما هم حاجتين يا ابني في الدنيا دي لازم تعرفهم، هتلاقي الناس ماشيه تضرب لك تعظيم سلام. شوف بس، انا اول ما قلت لها ان مراتك هتورث فلوس كتير خلاص اتغيرت وبقت حلوه معاها، دي هتشيلها من على الارض شيل، وما عدتش تخدمي وما عدتش تطلعي وما عدتش تنزلي. وتاني حاجه بقى، ان يكون لك اخ كده مقطع السمكه وديلها، يكون بلطجي يعني، هتلاقي الناس بتخاف منه، اصل الناس تخاف ما تختشيش. وتالت حاجه بقى، يا سلام لو ليك واحد قريبك كده يكون رتبه كبيره، يكون واسطه، الناس هتخاف منه وهتعمل لك الف حساب. لكن انت تعيش كده في حالك ومسالم وما تعملش حاجه في حد، الدنيا هتحط عليك ومش هيقوم لك قومه تاني.